يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر فهالقلوب تتفيا ومن هالليل يتضيا لأن هدانت الدنيا وعشق ما له آخر يا دبي تطورت عبر السنوات وعد ما واحد تعلم وعد ما تثقف وعد ما قري قد ما تعلم وقدر نحت هالشركة ونحت شخصيته بنفس الوقت تيكون شخص أفضل تكون شركته أفضل يعني بلشنا ما كان متواضع جدا وطورنا شيئا فشيئا فشيئا واليوم شركتنا عنا بعض البراندز عنا خمسة ونسميهم وورد كلاس براندز لأنه هني وورد كلاس والبراندز تعونا هني نمبر 1 بكل الأسواق اللي موصل محل ما نوزع بضاعتنا وعندنا براندز هي نمبر 1 بحسب على مستوى العالم يعني بنعمل كومباريزون ما حدا عمل الخطوات اللي احنا عملناها بعتقد بدايتنا هي بدايه عاديه وطورناها وما زلنا انا بعتبر حالي بعد بدايه الطريق بدايه التطوير طريق التطور والتقدم دائما المثابره برجع على نفس النقطه المثابره والتفكر التخطيط التفكر التنظيم التخطيط واحد يعطي افضل ما عنده
هو اللي وصلنا لهون وهو اللي خلى البراندز تاعونا هون وهو خلينا نكون عندنا هالتأثير بالماركتس اللي احنا فتحناهم لحتى هلا. الحديث يطول بهذه النقطة لأنه بنفوت بخصائص معينة. نحن بس لحيك بصورة عامة مشان حتى ما نفوت بهالتفاصيل الدقيقة تتعلق بكل براند. الأول شيء الفكرة الأساس إنه نحن وقت بدنا ننتج صنف ما بنفكر نحن قديش رح يكلف هذا الصنف، ما بنفكر نحن قديش رح يربح هذا الصنف، بنفكر ننتج صنف يكون متميز يعطي تأثيره على الشخص اللي بده يستعمله. نطور براند بشكل تقدر تكون عندها تأثير يكون مختلفة عن الأشياء الموجودة متوفرة. بعتبر انه كلياتنا سوا نحن محاطين بسلع، يعني من القميص اللي بنلبسه، من الطاولة، من الكرسي، والسلع هولي اذا عندنا سلع مميزة ممكن تغيرنا حياتنا، ممكن تخلينا حياتنا تكون براكتيكال اكثر، تكون افضل. ومن هالتفكير هيدا نحن بننبسط انه يطلع من عند فروعنا فانات محمله بضاعه، وهالبضاعه هيدي بنعرف انه كل قطعه منها رح تعطي تغيير لو 0.1 بحياه شخص معين. وهيدا اللي بالنسبه للبراندز سالتني عنهم، تطوير البراندز بحد ذاتهم والشغل عليهم وعدم البحث عن الربح، بحث عن نعمل شيء يكون نتميز فيه، ونعمل شيء ونحن عم نفكر كيف نخدم المستهلك وكيف نخدم الزبون عنا. بعتقد هالشيء بوصل لمحل مميز ونحن وصلنا له. يعني البراندز الاولى نمبر 1 لانه عندنا الكونسيس، عندنا المثابره بالسوق، طلعات ونزلات، عندنا سياسه واضحه، عندنا سيرفيس 5 نجوم لزبوناتنا. بهمنا مصلحه المستهلك ومصلحه زبوننا مثل ما بهمنا مصلحه الشركه، وبنحاول نقدم لهم افضل براندز موجودين، وان شاء الله بالمستقبل والسنوات الجايه نقدر كمان نخطي خطوات بهالاتجاه. نحن بهمنا اكيد شخصيه الاشخاص والاشخاص اللي عندهم قيم ومبادئ، هذه اهم شيء. والاشخاص اللي عندهم قيم ومبادئ هو الاشخاص بيستمروا معك، لانه الشركه بحد ذاتها والكالتشر تاعت الشركه مبنيه على المبادئ والقيم. يعني مثل ما بقولوا فيك تعلم فلاح يصنع ألمنيوم أو يصنع حديد، بس ما فيك تعلم شخص يكون عنده مبادئ. دائما نحن باختياراتنا بنحاول إنه نختار الأشخاص اللي عندهم قيم وعندهم مبادئ، وإذا بدهم يعطوا أفضل ما عندهم، لأنه هالشي بيعملوا لإلهم لمجتمعهم قبل ما يعملوا للشركة. هاي الذهنية نحن دائما بنحاول قد ما فينا نختار هالأشخاص، لأنه هن رح يكونوا جزء من العائلة، وهيدي هي جزء من ثقافة الشركة انه الاشخاص اللي بيشتغلوا بالشركة هن جزء من العائلة، لانه نحن بنتشارك المستقبل واللي هو اهم شيء. انا بشوف تقدم مستمر مبني على تجارب، ونحن ماشيين على هالطريق. يعني النجاح بالنسبة للشركة ولإلي أنا شخصيا هو أقدر أخدم الفريق العمل اللي حوالي، أخدم المجتمع اللي فتح لي قلبه، لأنه سر الحياة هي العطاء. بقى من هالباب هيدا بالنسبة لإلي النجاح قد ما عندي يكون إمباكت، وعلى صعيد البزنس وعلى صعيد الشركة هو رح يكون خطوة قدام خطوة قدام خطوة قدام خطوة لنقدم أفضل ونقدم أفضل ونقدم أفضل. بتعرف شو انا نحن وقت بنشتغل ما بنطلع بنفهم الماركت اكيد، بنفهم السوق شو هو اكيد، بس ما بركز انا على المنافسين. انا المنافسين ما بتطلع فيهم، انا بتطلع على حالي كشركه وبتطلع كيف كون كل يوم افضل من امبارح. تعودت دائما هاي استراتيجيتنا بالشغل، وتعلمت انه هيدي الطريقه هي اللي بتوصل. ما نقارن حالنا بحدا، نقارن حالنا بحالنا ونكون كل يوم وكل شهر وكل سنه افضل. ودائما النجاح بالنسبة والتميز قديش فينا نعطي أكثر، قديش فينا نعطي أفضل أصناف، أفضل قديش فينا نعمل خدمة، أفضل قديش فينا نعطي للفريق تاعنا أفضل. العطاء دائما هو التميز، وهو بالنسبة للصعيد الشخصي
واللي عم بحاول دائما وصله للفريق العمل كله، أساس الحياة وأساس النجاح هو العطاء، بقية الأمور بتلحق. نصيحة، سؤالك حلو، بتشكرك على السؤال لأنه هذا هو السؤال بخليني أعطي جزء مهم. الأساس هو نتفكر. إذا ما تفكرنا مثل ما بقول نكون أوتو بايلوت، نعيش حياتنا هي ذاتها. إذا ما وقفنا كل يوم وفكرنا بالأفكار اللي عم نفكر فيها وحاولنا نطورها، فكرنا بعاداتنا، فكرنا كيف فينا نعمل بكرة أفضل. ربنا سبحانه وتعالى قديش قال الذين يتفكرون قولوا الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. كم مرة ذكر ألا ترون ألا ترون ألا ترون؟ مش عبسا أكيد. التفكر بخلينا نكون سعداء، نشوف النعم الحلوة الله عطينا إياها التي لا تعد ولا تحصى، ونكون سعيدين فعلا. التفكر بخلينا نفكر بأفكارنا ونقدر نتغير عبر الوقت. ونقطة مهمة، المثابرة. لازم نكون نعرف نثابر ونعطي ونضحي ونشتغل، يكون عنا ديسيبلين وقت انه نحن بدنا دايما الشيء السريع. ليش ما بتصير بسرعة؟ ليش بدي خطوة ورا خطوة؟ موزار 10 سنوات من الفشل، اينشتاين 10 سنوات من الفشل، كل العباقرة 10 سنوات من الفشل عندك هن بحد ادنى تقدروا عملوا شيء. بدك مين يقدر يعطي؟ انا بضلني بدي اعطي بدي اجرب 10 سنوات بدون اي نتيجة. المثابرة والمثابرة والمثابرة والتفكر، لانه التفكر هو اللي بخلي خطواتنا الجاية تكون مختلفة، والا بنعيد حالنا عبر الوقت. بهيدي هي رسالتي اللي عملته، اي شخص في يعمله، اي شخص في يقرأ كتب العظماء ويتعلم منها ويطبق منها. القصة مربوطة مش بالظروف، الظروف بتلعب دور بس مش الدور الاساسي. الاشياء اللي ما فينا نتحكم فيها بتلعب دور بس مش الدور الاساسي. الدور الاساسي هو التعلم شيء داخلي، التركيز شيء داخلي، الإصرار شيء داخلي، التفكر شيء داخلي، كل الأمور هو داخلية. هو الإشي الجزء صغير ذكرتهم هن اللي بيغيروا وبيعطوا النتيجة. يعني الإشي اللي بتعطي نتيجة ليكون إنسان ناجح موجود جواتنا. صراحة القصة بتتعدى الاستقرار والأمان والإجهة البيزيكس اللي بنشوفها نحن بحياتنا. وقت جيت على دولة الإمارات قريت كتاب My Vision، رؤيتي، للشيخ محمد بن راشد، وكتاب هو عظيم بفرجي خلفية الأشخاص، خلفية القادة. وإذا بدنا نحط عنوان تاني العطاء، لأنه هو الهدف من وراء الكتاب أنه نقدر نعلم الناس كيف يكونوا يخطوا خطوات انخطط بالإمارات. بعتقد مش بس القصة واقفة على الـ على الـ على الـ الأمان والاستقرار والحياة اللي عم نعيشها كلنا سوا، واللي هي شيء مميز بحد ذاته، بس أنا بشوف في تميز بكل مكان، بكل شيء في تميز. وين ما بتطلع بلاقي التميز، والتميز هو رسالة. نحن وقت بنعلم أولادنا بدنا نكون المثل الأعلى يمشي ورانا، والقائد بده يكون المثل الأعلى تيفتح أبواب، والشخص تيتميز ويكون بهالشكل، وبدي بعد اتطور وبدي اطلع على المريخ وبدي اطلع ما وراء المريخ. وهي الافكار هيدي بحد ذاتها فيها تميز مشان نكون قدوه لكل الاشخاص عايشين بالامارات، وقدوه لكل الناس حول الارض. بقى هني اشخاص عظماء، اشخاص مميزين، مش بالكلام بالفعل، لانه عم بحكي شيء انا واقع، ومني انا شخص حتى اقدر قيم، بالعكس. بقى اشخاص مميزين الله يحفظهم، ويا ريت في عنا منه وين ما كان. للأسف يعني كل شخص علمني شغلي أنا بتشكره، من ولادي وقت كانوا صغار لزوجتي لأهلي لكل الأشخاص، اللي كتبتهم قريت لهم كتبهم، لكل القادة الموجودين واللي غابوا عنا. فأي شخص أنا تعلمت منه أكيد ساعدني ببناء الشخص اللي أنا موجود عليه اليوم أنا بتشكرهم. وأكيد الشكر الأول والأخير هو لربنا سبحانه وتعالى اللي عطينا الوعي والصحة والفكر وميزنا بكل شيء.
هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر هلاك